لا ما فيهاش ايه مشينا للدار حطينا في الوقت ديال الفطور انا ولدي محققين حنا الاولين وانا في 11:30 ديال الليل انا تزيرت ياك عاد بقى هو كناخذو من عنده داكشي خدينا البارح خدينا فيه الزيتون مخلط فيه الزيتون والطون والموتشاريلا ماشي الزيتون بحال داكشي مخلط كيدار مع شراده ومع داكشي واش كان اجنبينا كناكلو مع الصباح كلشي كيتهواك كلشي كيتحيا الحاله تسمم واش لا من السبيطار والحاله حتى كتشوف حاله اطفال شويه فهمتي الحاله متهلا راه كلينا حنا شويه ولكن خاص المصالح يدخلوا في شي وتكون واحد المراقبه صحيه المراقبه الصحيه بزاف اذا خاصه في الشهر ديال رمضان فهمتي راه كيكونوا الناس كيتصابوا بزاف راه حيت الطعم كيبين الحاله ماشي شي حالات اخرين شي ماكلات راه ما كتبانش في الحاله كتبان مع المده وكنطلبوا من الناس مسؤولين يحاولوا يدخلوا ويحلوا هذا المشكل وما يخلوش هذا الشعب هذا عرضه للتسمم عرضه للناس اللي كيبيعوا شي حاجه قديمه فهمتيني كنخلصوا الثمن اللي كيبغيو ويعطيونا السلعه الزوينه وداكشي اللي بغينا حنا